Good evening and welcome to Bahrain. I encourage you all to come to this fantastic event, especially women and children. Everybody is welcome and everybody can do it. قل لي شلون عرفت تركب الخيل وشلون هذا من فضل الله ثم فضل جدي يعني هو اللي معلمني وكل شيء يعني زين الحين راح تدخل مسابقه تقدر تدخل مسابقات تقدر شو تسوي بالضبط اقدر ادش مسابقات واقدر ادش واجد اشياء مثلا التحدي انت قادر انك تنافس اياهم ما ادري والله يعني على حسب اللاعبين يعني انا اول مره ركبت ابوي علمني اني ما اخاف ويوم عمري 3 ركبت وهديت يوم صار عمري 7 سيدة ركبت وتعلمت تحديات ومسابقات شعبية لفرسان مملكة البحرين من قلب العاصمة المنامة احنا طبعا عندنا فعاليات طول السنه لخياله البحرين بس الحين في موسم الصيف هذه اخر فعاليه لموسم الصيف لخياله البحرين شنو هي الفعاليه اليوم فعاليه اليوم مسابقه التحدي اللي هو النزول الى الماي والركوب على الجبل وتخطي هذه المعاصي اللي بتكون والحواجز اللي في الدرب وبكون محسوب تيم لاسرع فارس بدون اخطاء الجائزة بتكون من المركز الأول مبلغ مادي وكؤوس إلى المبلغ إلى المركز السادس. Well, I really enjoy actually the community and it's really fun to do because it's just it's for fun. You don't really do it to win. I mean, I tried but my horse failed. I mean, it's really fun. You do a lot of different things. You learn the skills and stuff like that. So it's good. It's really, really good. رعايتكم اليوم مثل هالسباقات شنو تعني؟ شركة كلاودي هاوس احنا حريصين على نكون راعين للفعاليات الرياضية والأنشطة وغيرها في مملكة البحرين ونشكر المنظمين واسطبل السادة على الفعالية اليوم. وان شاء الله لنا رعايات اخرى لهم شنو تعني لكم رعايتكم لهالفعاليه؟ ايش معناها؟ التجمع الشبابي هذا اليوم وغيره من هالامور هي اللي نهدف لها والرياضه في البحرين.